اما دلوقتي طبعا احنا هنتكلم معاكم عن موضوع هو حديث الساعه وفي العالم كله، هو انه البلاك فرايداي بدا، وطبعا اكيد الناس كلها بتستنى التخفيضات وموسم السيل في كل المحلات وفي كل الاماكن عشان يقدروا يشتروا الحاجات اللي هم عايزين يشتروها باسعار مخفضه، وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندهم فرصه انهم يشتروا حاجات ممكن ما يكونوش محتاجينها بس فيما بعد هيحتاجوها. احنا في الفقره دي هنتكلم اكتر عن ايه الفكره ان التجار بيحاولوا على يعني في جميع انحاء العالم ان هم يجذبوا انتباه المستهلكين بشكل كبير جدا ان هم يشتروا باسعار مخفضه، وايه الفكره او يعني مثلا من الناحيه النفسيه لو اتكلمنا عنها ان الموضوع ده ليه استراتيجيه نفسيه كبيره جدا وليها تاثير على المستهلكين بشكل كبير جدا. طبعا كانوا في امريكا يعني كان هم اول ناس بداوا الموضوع ده عشان يعملوا حراك اقتصادي، خصوصا انه جت فتره كان فيها ركود اقتصادي كبير جدا بسبب ارتفاع الاسعار والازمه الاقتصاديه اللي عدت على امريكا من فتره او يمكن من 2008. بداوا ان هم يدوروا على سياسات شرائيه مختلفه يشدوا بيها انتباه المستهلكين، وكانت من هنا بدات فكره البلاك فرايداي اللي بتبدا في اخر جمعه من شهر نوفمبر. لكن احنا في مصر الحقيقه بدأنا فعلا نمشي بالسياسة دي ولقوا انه في تفاعل كبير جدا من المستهلكين ومن الناس اللي عندها حب للشراء بشكل كبير جدا، مش بس لبسة او جزم او اي حاجة احنا بنلبسها، ولكن كمان منتجات مختلفة ممكن ما نكونش بنستخدمها لكن فكرة الاقتناء موجودة عند المصريين بشكل كبير جدا. هنتكلم في الفقرة دي عن الاسباب النفسيه اللي بتخليك انت تتشد لحاجه ممكن يكون مكتوب عليها اوفر او عرض، وفي نفس الوقت لو هي بسعرها العادي ايه اللي يخليك ما تشتريهاش، وايه اللي يخليك تشتريها وهي مخفضه لكن انت اصلا مش هتحتاجها. تفتكر ايه السبب؟ بصي هقول لك حاجه، يمكن السبب انت برضو لخصت الموضوع بطريقه حلوه قوي، حته برضو العرض ازاي يعني حته العرض ان احنا بتلاقي حضراتكم وانتم رايحين اي مكان كلمه اوفر او سيل او مثلا باي 2 جت 1 او حسب ايه مختلف، فتيجي تحسب مثلا كل قطعه او بيس بقت بكام، فتلاقي نفسك ايه ده، يا دي كانت لوحدها مثلا برقم، بعدين فتلاقي الثلاثه تقف، الناس بتقف تحسب بجد في المحلات فيقول لك لا ده انا كده وفرت كتير يعني. جدا وكسبان. فهو برضو نيجي نبص لحته ثانيه، ان اكيد برضو صاحب الشأن مش خسران، يعني ما حدش بيكون بيتاجر اكيد مش هيكون خسران، بس في نفس الوقت برضو احنا بنقتنع ان انا كده كده كنت هشتريها بالغالي. يعني كنت هشتري قطعه واحده مثلا بالغالي، طب لا ده في اثنين او ثلاثه بسعر اثنين، فلا ده انا كده ممكن اكون عملت صفقه، ما انا كده كده هشتري. ففي ناس بتتشد قوي ورا الحاجات دي، وفي ناس مجرد بس ان هي تشوف ده النهارده بلاك فرايداي، ده النهارده السعر كان كذا فمحطوط تيكت بقى بكذا، ف هي دي صفقة العمر مثلا. انا بحس بتجري ورا ده اكتر، بحس ان احنا سابقين في حوار الحاجات الكاتشي، الاسعار الكاتشي دي. يعني مثلا تلاقي الناس اللي بتبيع خضار والراجل بتاع التروسيكل بتاع الموز ده من بعيد تلاقي مثلا كاتب ايه 3 جنيه مثلا الكيلو، تقرب تلاقيه عامل نص 3 350، بس عامل الخمسه ايه صغيره قوي، فهو جابك يعني في الاول في الاخر وعايز يجيبك صح. عشان لما تقف قدامه يروح مدوقك المزايه وهتعجبك وهتجيب بقى باقي الموز. برضه النص ده اللي بيحصل في التخفيضات، اللي هي تخفيضات بشكل كبير جدا على الازاز بتاع هو بيزود النص عشان المزايه اللي انت دقتها بالظبط.